أيضا كمان لو نسأل أي أخ مسلم هل المسيح عنده أب بشري ممكن يعطونا اسمه؟ يعني لا يوجد. فبالتالي من وين هو إجا؟ من وين هذه كلمة الله والروح؟ ليش المسيح متفرد حتى في القرآن في مجيئه، في صيرورته، كيف إجا، كيف روح الله وكلمته تحل في مريم عشان يجي المسيح؟ ما صارت مع آدم، مع نوح، مع لوط، مع موسى، ولا محمد، ولا أي ولا أي واحد ولا أي واحد. المسيح فريد حتى في القرآن، ليس فقط في الإنجيل، حتى في القرآن. ألقابه طبعا. فهذا هيك بينظر المسلم لمجيء المسيح بهذه الطريقة. هذا ما يعلم القرآن أصلا.